مشاهدينا الكرام، ما سعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا بكم الى رحله عمر مع اللواء المناضل المجاهد القهالي. مرحبا سياده اللواء. سياده اللواء، في الحلقه الماضيه توقفنا عند بعض ما اعتبرته انت شواهد على انه الغشمي كان يعمل ضد الحمدي. وصلت الى موضوع العطاء، الحمدي من دخل عنده أعطاه شيء رمزي، حتى مذكور معروفة قصة الثلاثة الكوكبان، إنه صرف لهم تقريبا سيارة واحدة، فقالوا ليش ما تجيب لنا لكل واحد سيارة، خلهم لو من حق أمي كان جبت لكم. يعني كان يجيب قليل، وهو ما شاء الله كان يصرف أشياء كثيرة. حتى أنت لك قصة معه. طبعا انا كنت في المستشفى، وأتى الحمدي زارني صرف لي 3000، فأتى الغشمي صرف لي 20000. نشوف الفارق. كل شخص كان معه قصة معه. هذول الناس اللي ما استقطبهمش إلى صفه إلى العملية هذه، ما بالك الناس اللي، طبعا الناس الآخرين اللي كانوا بدأوا يميلوا إليه. كان تشوف مظاهر البذخ واضحة، والصرفيات والنثريات وإلى آخره. كانت كل هذه شواهد. طبعا ناهيك عن ان نستدعى حسين الكبتي، السيد حسين الكبتي، وقال له هكذا، يعني اسمع، الحمدي بيجي يخزن عندك، احنا عندي نخزن عندك ونقتلها معك. هذاك مزعج، هذا ما يمكن اقبل في بيتي هكذا، ولا اعطاه كذا، رفض. راح يبلغ الحمدي، الحمدي يحبسه انه هذا انسان يريد يثير فتنه. بلغوا انه فكره. ايش؟ بلغوا انه ايش؟ انه الحمدي، انه الغشمي ايش فيه؟ قلت لك عندي في البيت. ايوه. ايه. ها، اللي بلغ الكبسي. ايوه الكبسي ايوه بلغ. ايوه فاعتقد انه يتجمل. يشوف بعد كم اسبوع قتل الحمدي، هرب، راح السعودية مسكين، وبعدين راح القاهرة. أبو الغشمي يطلع من القاهرة لا داخل صنعاء، قال له شوف أنا جبتك الآن. يعني كثير من الشواهد كانت واضحة للحمدي لو كان تحقق فيها، لكن كان عنده حب أعمى للغشمي. مش أنا وحدي اللي نصحته، مئات الناس هم اللي نصحوه. وكانت مظاهر الانقلاب واضحة. الرجل كان يبحث عن أي وسيلة. طبعا بغض النظر عن القتل والدماء، لكن ما هي الأسباب؟ لو كانت الأسباب أن الغشم يريد أن يصل إلى الحكم كان فيها، لكن الأسباب خارجية 100%، والأهداف تحقيق أهداف خارجية 100%. لا يوجد هدف واحد للشعب اليمني فيه مصلحة. إيش مصلحة الشعب اليمني في اغتيال الحمدي؟ جريمة، اغتيال بشعة، لكن ما هي حيثيات الجريمة؟ ما هو التآمر الذي تم؟ كيف أحيكت المؤامرة؟ هنا هو الغشمي ذهب إلى فرنسا من أجل شراء الدبابات البنهارد وهكذا، وتعرف على مخبرتين يعني فرنسيتين،
جميلات استقلبهم إلى صنعاء وأثث بيت. العلاقات العامة في القوات المسلحة هي من استأجر هذا البيت بس لسكرتيره محمد يحيى الأنسي. كان المراد استدعاء الحمدي إلى هذا المكان ويتم اغتياله في هذا المكان تحت مبرر قضايا خلقية يعني. طبعا الحمدي ما هوش في هذا الوادي، مشغول 24 ساعة غارق بين الملفات وبين المهام المرحلة وغارق في الوحدة اليمنية فطبعا الذي عجل باغتيال الحمدي ما هوش القبائل أو أداؤه بالقبائل، لكن لقاء قعضبة بين الحمدي وسالمين، لقاء تعز، لقاء صنعاء في عام 77. هذه اللقاءات هي وضعت الأسس لقيام الوحدة وحددت المهام لقيام الوحدة. وأصبحت الوحدة خيار لا بد منه، لا عودة ولا تراجع عنه. كلما بدأت الأمور تقترب، كلما السعودية بدأت تدفع أكثر وتدفع بالغشم أكثر، لأن قيام الوحدة ليس لمصلحتها. الحمدي الذي اتجه نحو الصين ونحو الجزائر وليبيا ومصر والاتحاد السوفيتي والكثير من الدول الكبرى المتحررة بدأ يزعج إخواننا السعوديين. الغشمي هو أداة، وعلي عبد الله صالح أداة لتنفيذ الجريمة، لكن عبد الله صالح ما كان موجود حسب كثير من الروايات وقت القتل. 100% كان موجود علي عبد الله صالح، كان في تعز. هذه روايته، يكذب من يقول أنه كان في تعز. كان موجود وأنا شاهدته قبل الحدث بيومين، وسأتي إلى هذا الموضوع لا تستعجل. فطبعا مشروع الحمدي الحضاري الذي كان يتبناه في وحدة اليمن، في بناء الدولة، في تصحيح الفساد المالي والإداري، في الانتقال إلى الحياة الديمقراطية، في التبادل السلمي للسلطة، في التعدد السياسي، في الحوار مع الأحزاب من أجل هذا، في تقريب كل فئات الشعب. أصلا كم بيجوا القبائل؟ ما همش نسبة كبيرة من سكان الشعب اليمني. وين بتجيب أب وتعز وين بتجيب عدن ولحج وشبوة والحديدة؟ هؤلاء هم الأغلبية. تمام، الحمدي راهن على الأغلبية، راهن على عامة الشعب اليمني. نزل تعز، نزل إب، نزل الحديدة، واستقبل استقبال منقطع النظير من أبناء هذه المحافظات. فالمشروع والخضاب السياسي الذي كان يتبناه الرئيس إبراهيم الحمدي هو الذي عجل برحيله. أما مسألة أن نقول
القبائل وعداؤه مع القبائل، هذه مسألة رواية أو زي ما يقول المثل حزوية. تمام، من الحزاوي. هنا يأتي مثلا ناقوس الخضر، يعني في الشمال وفي الجنوب، الاقتراب من تحقيق الوحدة اليمنية في أكتوبر 77 هو الذي دق ناقوس الخضر. كان مقررا متى الإعلان؟ الإعلان طبعا في 13 أكتوبر 77 77 الإعلان عن وحدة الجيش والأمن والخارجية والكثير من هذه بنود اتفاق صنعاء. كانت كذا هذا من وجهة نظر الكل، لأن الناس خلص. اتفقوا الناس اتفقوا تمام أن تبدأ بالتدريج العملية. طبعا اتفاق قعدوة هو من وضع اللمسات الأخيرة، وتلا هذا اتفاق تعز وصنعاء. وكما أسلفت أنا أن العلاقات الحميمة التي كانت تربط الرئيس الحمدي بالرئيس سالم ربيع علي وبحركة القوميين العرب، هو كان كثير من الناس يقولون الحمدي ناصري، الحمدي قومي، الحمدي ديمقراطي، الحمدي في كذا، الحمدي في كذا. لا بالعكس، كان يحب الناصريين، يحب القوميين العرب، يحب التيار الإسلامي، يعني ما كانش عنده تمام عدا مع أحد، عدا مع أحد. ولهذا من بدأ يعني السماح للتيار الإسلامي بأن يفتح بعض المعاهد والكذا وفي عهده لم يكن يكن عداء لأحد، وإن كان مواقعهم أيام الحمدي كانت مواقع عالية كلها، سواء في مجلس الشورى أو في مختلف الهيئات اللي كانت موجودة أيام الحمدي، كانوا موجودين من عبد السلام العنزي إلى عبد الملك الطيب إلى عبد الوهاب الآنسي إلى إلى إلى، كلهم هؤلاء كانوا موجودين وفي يعني مواقع مختلفة، ما كانش في أي عداء لهم، وكان يأتوا إلى الوحدات ويلقوا محاضرات والحمدي يستمع إليهم ويناقشهم، ما كان يمكن. والناصريين موجودين والقوميين موجودين واليساريين موجودين، كان كل القوى الحمدي على تواصل معها، وعلى ما كان منضم إلى الحمدي كان حزب، كان مدرسة، كان قضية وطنية. فحينما نزل إلى الحديدة اللي هو لوضع اللمسات الأخيرة لإنعقاد المؤتمر الشعبي العام في الحديدة، بعد أن تم الحوار مع مختلف القوى في الساحة أن يكون المؤتمر الشعبي العام هو الجامع لكل الأحزاب هنا في لكل الأحزاب، والأحزاب هي عمليا ما فيش حزب في شطر دون الشطر الآخر. نعم تحدثنا عن هذا، كان مكرر يعني هنا كلها موجودة كأنه فروع. نعم، فحينما وصل إلى الحديدة وألقى كلمة الشهيرة وقال فيها لست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان في الله، على أي جنب كان في الله مصرعي. تعمق في هذه وبدأ يشعر أن ثمن الوحدة حياته، وأن ثمن الوحدة كبير، وأن ثمن الوحدة غالي، وأن الوحدة هدف نبيل بشرت بها كل فصائل الحركة الوطنية اليمنية، واستشهد الكثير من أجلها وفي سبيل تحقيقها، وهي قوة الشعب اليمني ومصدر نهضته وعزته وشموخه
بعكس الذين يتآمرون عليه ضد الوحدة وضد المشروع الحضاري. ما وش التآمر على الحمدي كشخص، لكن الحمدي كمشروع، كقضية، كوطن. فباختيار الحمدي تم اختيار وطن، سيادة وطن، اقتطاع ثلث أراضي الشعب اليمني مقابل أن يحكم الغشمي علي عبد الله صالح. وهنا نجي لموضوع لحظات اغتيال الحمدي. شوف، من الشواهد اللي أنا مطلع عليها غير الشواهد الذي كان على علم بها غيري، أنا كنت قادم من عمران إلى صنعاء، وصلت إلى القيادة، كنت أعتقد أن الوقت لا زال في تمام 12:30، فقلت أدخل إلى القيادة والساعة قدها 1:30، ما انتبهت للساعة. دخلت القيادة وإذا أشوف علي عبد الله صالح أمامي وهو بكامل عدته، الجعبة والآلي والجاكت والدبابات منتشرة، قلت له وين رايح؟ وعشرات الأفراد من حوله، فين رايح؟ مش أنت رايح تعز؟ هذا يوم 9 أكتوبر، يوم 9 أكتوبر بالضبط، أنت مش رايح تعز؟ يعني مش رايح عدن مع الرئيس؟ قال إلا رايح، بس ليش ما عندكش علم؟ قلت إيش عندي من علم؟ قال الهاشميين يريدوا يعملوا انقلاب، ما عندكش خبر؟ قلت أي هاشميين وأي انقلاب؟ والله ما في هاشميين ولا في غير هاشميين إلا إذا هو أنت تريد تعمل انقلاب، أنت والغشمي. قال لي أيش تقول؟ الله المستعان، نحن أخوان. نحن قلت له والله هذا التحرك فيه شيء تمام، مش عاد احنا اتفقنا. طبعا حصل خلاف داخل مجلس القيادة، انقسم المجلس، الغشمي وعلي عبد الله صالح ومحسن زريع، يعني في حدود 4 أصبحوا منزويين لحالهم، وجنح وجزء آخر اللي هو بعدين عبد الله الحمدي، علي قناف، زهرة، منصور عبد الجليل، عبد العزيز، عبد الغني، مجاهد القالي، هذا جناح آخر. فالحمدي دعانا قال ليش أنتم منزويين وجالسين يعني كل مجموعة مع بعضها؟ ليش ما يكون في خلط؟ تجلسوا القاري يجلس مع علي عبد الله صالح مع فلان، وهذا يجلس مع كذا، يعني وتبددوا هذا الخلاف. ف قلت له مش عاد احنا اتفقنا. قال انت رحت لا بعيد. قلت ايش لا بعيد؟ الامور واضحه. أنا طبعا حراستي اللي معي انتشرت تمام، وكنت أتمنى لو تنفجر في هذه اللحظة، يجي واحد يعمل طلقة هكذا وعلى الأقل نفسد مشروع اختيار الحمدي. فتحركت من القيادة، ما عد تحركت إلى البيت لتناول الغداء، رحت بيت عبد الله الحمدي، بما أنه كان الأقرب إلي وأنا الأقرب إليه، فسألت أين عبد الله؟ قالوا متغدي خارج. قلت اتصلوا بي أنا منتظره فورا.
نجيب لك غداء، قلت إذا موجود هاتوا. أكلت يعني هكذا مع الحرس الأكل الموجود. وصل عبد الله الحمدي، إيش فيه؟ فشرحت له إيش اللي شفت. قال ننتقل إلى بيت المقدم أحمد الفقيه، هو كان مدير مكتب الرئيس الحمدي بجوار بيت عبد الله الحمدي، ولا زال حي يذكر. فانتقلنا إلى بيت أحمد الفقيه، وجرى استدعاء عبد الله عبد العالم، منصور عبد الجليل، علي قناف زهرة، وبدأت أطرح الذي نعم هذه علامات انقلاب واضحة، وكل واحد جاب ما عنده، تمام. أجمعنا على ضرورة اتخاذ قرار بعزل الغشمي وعلي عبد الله صالح من السلطة، أو نقدم استقالتنا. البعض رأى أن لا نقدم الاستقالة بشكل جماعي، ولكن نقدمها بشكل فردي، كل واحد يذهب لحاله. فذهبوا تباعا، هذا في يوم 9 أكتوبر، قبله بيومين يعني. أيوة. قبل الأوتيل بيومين. 10 11 11 نعم. فكنت أنا آخر من قدم، من ذهب إلى الحمدي. وصلت تقريبا في حدود 10:30، قال وانت جيت تستقيل معهم؟ قلت نعم، وإذا كان الآخرين تراجعوا أما أنا فلن أتراجع. قال ليش؟ إيش فيه وإيش كذا؟ فشرحت له الذي حدث. قال أنتم بتفكروا إيش؟ كيف بتفكروا عندهم؟ يعني هل تعتقد أنت أن الغشمي يفكر في شيء أكبر من ما هو فيه؟ يلا هذه كبيرة عليه، رئيس أركان ونائب القائد العام، ما هوش في. أنا لا أفكر في الغشم، من يقف وراء الغشم؟ أفكر في مشروعك أنت، أما الغشمي فهو أداة، وأنت تستطيع تغيير هذه الأداة بسهولة. إحنا صعب جدا نتعايش مع هذا الإنسان، يعني هو يعود إلى ما قدموا من محاسن ومن كذا ومن كذا للغشمي يراجعها، وأنه هذا الإنسان لا يمكن أن. قبل استقالتكم؟ نعم، كلكم، كلنا، كل واحد قدم استقالته وتراجع بعدها. قال لي لما أعود من عدن بعدين بنتفاهم. قلت قد لا تذهب إلى عدن، الجماعة يرتبوا هذه الترتيبات كلها من أجل لا تروحش عدن، ولا أنت عارف ما هو الذي خططوا له. قال لي لما عدوا من عدن أنت بتعين قائد الاحتياط. قلت أتوا إلي ضباط الاحتياط وقالوا لي، وكيف يتسرب هذا الكلام؟ معناه أنك مخترق، يعني أردت أن يقف قائد الاحتياط الحالي مع الطرف الآخر. قالها يعني أنت بتصنف الناس. قلت إحنا صنفين وانت عارف هذا الكلام. المهم، وكان قراري في قيام الحركة، في بداية قيام الحركة هو قائد الاحتياط، وغيرت أنت وديتني تعز وبعدين عمران. طبعا
كان الساعة 11، بدأت تقترب من 11:30، وأنا معه في نقاش حاد. تمام، وصلت إنه ما فيش فايدة، قال بتراجع عن استقالتك؟ قلت له مش متراجع نهائيا، وذهبت إلى البيت. وصلت البيت الساعة 12 بالمساء، في الصباح الباكر استدعيت اللواء علي بن علي الجايفي، هو النقيب كان في حينها علي بن علي الجايفي، وكان قائد كتيبة المدفعية في محافظة عمران في لواء الثورة، وشرحت له كل الحكاية. قال إيش اللي نعمل الآن؟ ولا نستطيع أن نعمل شيء، أنا مستقيل، والراجل برغم أنه علي بن علي الجايفي هو من بلاد الغسم، لكن أنا وهو ومجموعة من الضباط ما عندناش ولاءات، لا للقبيلة ولا للمنطقة ولا للمذهب ولا للحزب، ولا أنا لله وللوطن، من مختلف مناطق البلاد اللي موجودين داخل عمران، وعندنا عشرات الحزبيين، لا واحد ولا اثنين، وكم كنا نأسف على النقيب عبد العزيز عون، كان عندنا في اللواء ومسك العمليات، وكان ماسك أيضا الكتيبة الرابعة مدفعية، فجأة يختفي أسبوع، نسأل عليه هل رحت يا عبد العزيز؟ قال أنا أستأذنك أنا رايح، سوف أنتقل إلى التوجيه المعنوي. إيش نقلك؟ ليش تروح من اللواء؟ قالك أنا أحسن لك أعمل لك. قال لا خلاص، هذا قراري، خلاص نحترم قرارك. وإيش القصة؟ راح التوجيه المعنوي يشتغل في التوجيه المعنوي. شفنا ذات يوم في اللواء السادس وهو يعني باسم التوجيه المعنوي يعمل تعليق على تخرج فرقة ودفعة في اللواء السادس مدرع، ويختفي بعدها وإلى اليوم. هذا واحد من الشواهد. سألنا الحمدي قال ما عندي شيء علم عنه، كيف رئيس دولة وما عندك شيء؟ بينما الضباط الآخرين الموجودين كان معظمهم في الحزب الديمقراطي، الثوري اليمني وفي حركة المقاومين، لم حاولوا يعتقلوا شخص، واسترجعناه من داخل الشرطة العسكرية إلى اللواء. فعلى كل حال الجائفي ذهب إلى عمران في يوم 10 أكتوبر، وأنا جتني حمى ومرض وتعبت تعب شديد. زارني عبد الله الحريبي، نزع التلفونات، حراسة خرجت ولا سلكي خرج، طلع وأصبحت داخل البيت بمفردي. تمام، أيش حالة من الحمى والضنك وال يعني حالة صعبة، وهاتية علاجات وأدوية. في يوم 11 أكتوبر طبعا ما كانش مقرر، تمام، اختيار الحمدي في ذلك، لكن جاءت فرصة. احنا في مجلس القيادة متفقين مع الرئيس الحمدي اللي هو الجناح انه لا اجتماع في بيت الغشم ولا حضور اي مأدبة غداء، هو كان يريد ان يقيم المأدبة في ضلع في قريته، بحيث
يحكم الله. فرفض الجميع. والغداء هو العبد العزيز عبد الغني بمناسبة عودته من العلاج، كانت بعد عملية. نعم. فذهب الوزراء. عبد الله الحمدي كان معه تحويل في 6 سيارات، حوض على أساس يتحرك بهم، من ضمن حملة اللواء العمالقة إلى عدن، لأن سالمين نفسه كان يتوقع ردة الفعل في عدن من الجناح المتطرف. المتطرف. نعم. الغير راضي بالوحدة على هذا النمط، على النمط الوسطي المعتدل. فراح للقيادة، قالوا له المفاتيح تابعة للسيارات، أخذهم الغشمي ويقول لك هو منتظر لك في البيت. صاحبنا المفروض يفهم ليش الغشمي ما يحطهم في القيادة، ليش يروح للبيت. سبق وأنا اتصل وكلم أخوه أنه أنا متحرك ذمار. أخوه أضمأن إلى أنه تحرك ذمار، اللي هو إبراهيم. لإبراهيم يقوم يروح إلى بيت الغشم. طبعا مش في ضلع، اللي هناك، اللي هنا في صنعاء، اللي بجوار السفارة السعودية. أول ما وصل قال تعال اعمل ملقام أكل غدا روح. لا أنا مستعجل. يا راجل الدنيا حق الله، اليوم عادوا 11 وقدامك بكرة وبعد بكرة بتكون في عدن. أبدا بقى حضر محمد الغشمي يقص من دقنه. جاه الله وجاه مش عارف ايش، ملقام غدا بس. هو نسى كل شيء. ويقوم يصدر توجيهات للحرس بالانسحاب، روح يتغطوا في البيت. الحرس ترددوا، قال اضطربوا يعني، ودخل إلى البيت. أول ما وصل البيت وإذا يفاجئوه في مجموعة من القتلة وجديد. باشروا على طول، قاوم. وجرح أحد القتلة عاد يعيش حتى اليوم، حتى الآن هو في صنعاء موجود، يعيش في أمن وأمان وضمأنينة. ويسقط عبد الله الحمدي شهيدا مدرج بدمائه. ويحيط به مجموعة القتلة. فق إبراهيم طبعا كان قد وصل إلى صنعاء مجموعة من زي شولق وعبد الله شمسان ومحمد شمسان ومجموعة من التجار اليمنيين في جدة
والذين أصبحوا متجنسين سعوديا. لا، معرفة الأوضاع وإيجاد حركة تجسسية وكذا إلى إبراهيم كان قد تغدى، يتصلوا له يتصلوا له يتصلوا له، قال أنا تغديت خلاص، تغدوا ما فيش، مصرين إلا تردد أخته تقول له ما عايز رباك، تمام. أوه يطلع من غرفته، وأنه عنده كان منزل متواضع يعني بسيط، ما نزل يشوف الحرس يتغدوا، احنا كنا ضاعفنا الحرس من عندي مجموعة، من العمالقة مجموعة، من عند عبد الله عبد العالم مجموعة، والحرس كان قوي جدا، يعني كان ممكن لو تحركت الحراسة معه ما كانش يقدروا يعملوا حاجة، ايش بيصلحوا، ولا يستطيعوا يعملوا انقلاب. أنت شعبية الحمدي كازحة في الجيش وخارج الجيش، ولكن زي ما حصل للإمام يحيى، يعني لما أتى الفضيل الورسلاني وآخرين نصحوا الأحرار، قالوا لهم ما تستطيعوش تعملوا ثورة على الإمام، لأن الإمام عنده شعبية كبيرة وواسعة، وقد يبتلعكم في لحظة من اللحظات، لكن اقتلوا. نفس السيناريو. حتى في بعض الروايات تقول أنه كان من يطرح خروجه زي الإرياني، قالوا له هذا مش الإرياني، الحمدي لو رجع هذا أثناء ما حضر. أثناء ما حضر، نعم. فتراجع وضلع على سيارة أخته، هو السواق، قال روح بيت الغشم. ترك الحراسة الذين لا يعرفون أين ذهب، كان يعتقدون عدو داخل في البيت، وصل إلى البيت، دخل، استقبلوا الغشم، يستقبلوا إلى الباب، أهلا يا فندم، الضيوف والغداء والكذا، فضل إلى الغرفة الثانية، دخل، طبعا هو بيت ثاني جنب البيت هذا، هي ثلاثة بيوت في حوش واحد، يتفاجأ بدم أخوه، يقول له هذا البحر الأحمر، لأنه الحمد يضرح أمن البحر الأحمر، ودعا لمؤتمر البحر الأحمر في تعز لعدد من الدول المضلعة على البحر الأحمر، وهذا ما عجبش السعوديين أنهم يعتبروا أنفسهم أصحاب القرار في الجزيرة العربية كلها، هذا البحر الأحمر، قال وليش هذا، وايش تشتهي السلطه، الحكم خذ، لا ترد، يقول لهم لا تلطخوا ايديكم بالدماء، مش عارف ان هؤلاء شويه قتله ومجرمين لا يفقهون شيء الا المال، من الغشم وانت نازل. فجرى حديث وجرت محاكمه له، انت رفضت كذا وانت رفضت كذا،
أمامه. أنت رفضت نشق الطريق من إلى، أنت رفضت كذا، أنت عملت. الآن لازم تدفع الثمن، تموت. كان بدأ الغشم يتراجع، أنه نرسله. بدأ الشريط في ذاكرة الغشم يدور، المواقف اللي أنقذها الحمدي منها. أول من بادر علي عبد الله صالح، هذا حسب قول كثيرين. هذا هو كان السؤال، إنه من شرح هذه الرواية؟ على يعني إيش اللي يخليك تثق بهذه الرواية مع وجود أكثر من رواية؟ في كان الغشمي يشرح لأبو شوارب ويشرح لكثيرين كيف تم قتل الحمدي، وكيف تحاكم، وكيف كذا وكيف كذا. هو أبو شوارب كلم اللواء علي بن علي الجايفي، علي بن علي الجايفي كلمني كيف القصة. محمد يحيى الآنسي هو كان من المهندسين للعملية، وجهوه يذهب وفد إلى ليبيا. أنا كنت في سوريا في حينها، ونازل في شقة في جسر النحاس، ولا عرفت الله يقرأ على الباب. الذي كلم بوجودي في هذا المكان نصر علي حسين، فوصل قال لي احنا نتكلم كثير ونشتي مش عارف ايش ونشتي. انا قلت ايش المناسبة وايش فدار الحديث. المهم قال لي احنا نرتب انقلاب الان. قلت علي عبد الله صالح. هذا في عام كم؟ هذا في عام 79 تقريبا. طبعا احنا بنجي لموضوع الانقلاب. او 78، لا هذه مرتبطه بالانت سالت السؤال. نعم كملوا. ايوه كويس، كمل هذه، بس فكره محاوله الانقلاب هذيك بنجي لها. قلت له لا والله لا زال في 78. قال انا الان قائد العمالقه، وجاب لي بعض الضباط، وانتقلت، شجعني ان انتقل الى شيراتون دمشق. اخذت لي غرفه وهو نازل في الشيراتون. قال لي هذا علي عبد الله صالح اللي قتل الحمدي، والله يحلف ايمان يكسر ايمان ان الغشمي ما كان راضي يكسر ابراهيم الحمدي الا هو اول من اطلق طلقه في راس الحمدي واستخدم الجنبي أيضا. كان في كثيرين من الزعماء قال لهم علي عبد الله صالح كان يتعمد يتجه معهم إلى مدينة فلا للزيارة، يقول لهم هذه قرية الحمدي. أنا وصلت إلى السلطة بمسدسي وخنجري وبالمال السعودي. صحفيين كبار لا داعي لذكر اسمهم، وزعماء كبار يعني كان يقولها جهارا نهارا. تمام. واذا اردت ان تتاكد اكثر، فما الذي اوصل علي عبد الله صالح الى الحكم؟ هل دهاؤه؟ هل تاريخه النضالي لتحرير اليمن من الاستعمار ومن الاستبداد؟ ما هي مؤهلاته حتى أنه يصل إلى حكم اليمن؟ ما يعرف شو كتب اسمه الله بصعوبة، لكن هذه مؤهلاته، هذه هي مؤهلاته الحقيقية اللي أوصلته إلى السلطة. متى عرفت بموت الحمدي؟ بقتل الحمدي. بقتل الحمدي.
شوف أنا عرفت تقريبا الساعة الخامسة أو الخامسة والنص، كنت في حالة تعب في البيت، هم كانوا يحاولوني استدعائي في نفس اللحظة للتخلص مني، لكن كان يصروا إلى البيت ما لقوش حد. وصل واحد من القتلة لازال موجود حي يرزق، وقد ابني نبيل في أين أبوك، واداله 100 ريال، قال أبي مش موجود، فتأكدوا أني لست موجود في البيت. وكانوا يأتوا بالطقوم يعني بمختلف الوسائل. الساعة الخامسة والنص وصل إلي الشيخ محسن العموش، لازال يعيش الله يطول في عمره، والشيخ أحمد عبد الرحمن الغولي، دخلوا الحوش بدأوا يدقوا الباب الداخلي، يردوا عليهم أينه؟ الزوجة تقول لهم مش موجود، ما كذا ما كذا، سمعت أنا الصوت، قلت خليهم يدخلوا. إيش جابكم؟ قتلوا الحمدي. أتصل أنا إلى بيت الرئيس الحمدي، قالوا دخل بيت الغشمي ولم يخرج منه. قلت إذن نفذوا بخطتهم. تحركت مباشرة إلى المظلات. عبد الله عبد العالم. عبد الله عبد العالم، نعم. عبد الله عبد العالم قد كان شمسان وشولق، رطبوا الأجواء معه. هو هنا السؤال، أين أنصار الحمدي في القوات المسلحة؟ ما كانش في ردة فعل. هذا السؤال سوف تجد الإجابة عليه في هذا السرد، وسوف يتم التوضيح يعني بالتدريج. طيب نتكلم عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله. أشكرك حتى اللحظة سيادة اللواء مجاهد القهالي، وأشكركم مشاهدينا الكرام، نلتقيكم الأسبوع القادم بإذن الله. إلى اللقاء.